الكثير يسأل عن مرض العصر القولون العصبي. لن أتحدث في الأسباب والأعراض، إنما سوف نتحدث في طريقة العلاج. العلاج أولا وآخرا من يشكون سواء الرجال أو نساء من مسألة القولون العصبي وكل الجهاز الهضمي، هناك المسؤول الأول والأخير ألا وهو الفم. يعني كيف يا دكتور؟ دائما علينا في مضغ الطعام بالشكل الجيد، الجلوس على سفرة الطعام لمدة نصف ساعة إلى 40 دقيقة، مضغ الطعام بشكل جيد، عدم شرب الماء إلى بعد ساعة أو ساعة ونص من ذلك الموضوع، تناول حبات الكمون أو كمون الحوت كما يسمى في المغرب العربي، ملعقة صغيرة تمضغها ويكون حبا وليس مطحونا إخوتي في الله، عدم استعمال العلكة والمضغ بها. لماذا؟ لأن الطعام إن لم يمضغ بالشكل الجيد سوف يكون هناك في المعدة والأمعاء أيضا أبخرة وعدم استهلاك للطعام بالشكل الجيد وعدم هضم للطعام بالشكل الجيد، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة ومن جرائها تلك الأمور أيضا أمراض الباسور. يرجى منكم الاهتمام بتلك المسألة أحبتي في الله من ماردين القديمة، أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات جديدة. لقمان الحكيم.